مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في حلقة جديدة من برنامج ذاكرة ليست للنسيان. ذاكرة اليوم نتوقف عندها مع محطة من المحطات الأساسية في تاريخ النضال والكفاح الوطني في وجه المستعمر الفرنسي، حيث سنستحضر أيضا واحدة من المواقف الشجاعة للمقاومة المغربية، وهي إسناد المقاومة الجزائرية. لمناقشة محاور هذا اللقاء يحضر معي السيد محمد لومة، والذي هو بالمناسبة أحد رجالات المقاومة المغربية. مرحبا بك سيد لومة. أهلا وسهلا. إذن سيد محمد لومة، أنت باحث ومؤرخ، شاركت أيضا في المقاومة الفلسطينية، وأيضا أنت أستاذ جامعي وخريج جامعة الكلية الحربية السورية، كما أنك ساهمت في تأليف العديد من الكتب التي خصصتها لبعض المحطات الأساسية في تاريخ النضال المغربي. أستحضر من هذه الكتب كتب انقلاب الصخيرات، ثم كتاب مؤامرة 16 غشت 1972 ضد الحسن الثاني، وأيضا أسطورة شيخ العرب، ثم كتاب دفاعا عن تحرير المغرب وتحصين وحدته الترابية، وكتاب الثورة الموؤودة، ثم وهذا أيضا يخص الكفاح الفلسطيني، وهو كتاب عن جورج حبش في مواجهة معسكر الخصم، بالإضافة إلى عدة عناوين أخرى. إذن هذا التنوع وهذا الغنى في العمل وفي التاريخ، من أين أتيت به أستاذ لومة؟ مبدئيا أجدد الترحاب للإخوة المشاهدين ولطاقم التحرير وبرئاسة الأخ حسن نادير، الذي تجمعني به توابيت كثيرة فكرية وغيرها منذ سنوات طويلة، ونأمل أن تكون هذه فاتحة جيدة للمساهمة في توثيق الذاكرة الشعبية المغربية والقومية للخروج من هذه التبعات التي يتسبب فيها يعني أمواج من الذباب الإلكتروني، التي لا تروم سوى التشويش على ذاكرة الشعب المغربي وتمييعها، ووصولا إلى طبعا يعني صفحات سوداء لا نريدها لهذه البلاد ولهذا الشعب. هذا العمل ماشي غير جو نزل، لأنه لما رجعت بعفو ملكي من يوغوسلافيا في 76 من طرف الملك حسن الثاني، كان علي أن أنقذف في اتجاه الوظيفة العمومية، ورفضت بعض العروض التي يمكن أن تجعلني يعني أوظف علاقاتي مع رفاقي في السلاح خارج التراب الوطني للعودة بدون شروط وبأخص الصياغ لانقذاف هذا الطريق أو في اتجاه تربوي محض. اخترت يعني الاتجاه التربوي، ولكن المسنود بالتوثيق. كان لرفاق كثيرون لم يحالفهم الحظ مثلي أنا، هربت أنا في 68 تاركا حوالي جيدة أنا ذاك في التعليم، ورفاقي الذين بقوا هنا بعضهم حرم حتى من قبر للترحم عليه كباقي عباد الله المسلمين، مثل رفيقي زكريا العبدي وابراهيم تجنيتي وإلى آخره. فانقذفت في اتجاه التوثيق لهؤلاء كي ينالوا تعويضا مناسبا مقابل ما قدموه لهذا الوطن من تضحيات إلى آخره. ووجدت نفسي كتاب الأول والثاني والثالث والخامس والسادس، وثم تهافت علي مجموعة من قادة المقاومة وجهة التحرير، أصبحت عضو اللجنة العلمية في مندوبية السامية لقدماء المقاومة وجهة التحرير حاليا. وطبيعة الحال هذا التوثيق أسفر عن تعويض عدد كبير من رفاقي قبيل رحيلهم إلى الدار الفانية، وأنا لا أزال أستمر، إلا أن يعني وباء القرصنة
الذي دخلت به المحاكم ضدها وللقراصنة جعلني ألجأ إلى هذه القناة التي يشاهدها الناس، إلى جانبك أخ حسن نادير، قناة لوما تي في. عصرت كتبي وضعتها هنا حوالي 58 ولا 60 فيديو لقطع الطريق على القراصنة ولرفض الإزهامات السابقة بالمزيد من خلال الشفوي لتوفير متاعب الطبع والتوزيع وإلى آخره. وبهذا الخصوص هذه مناسبة طيبة وكريمة للتعريف بمحطة نضالية مغاربية في الجزائر. طيب قبل ما ندوزوا لهذ المحطة وهي نعم. المحور ديال اللقاء ديال نعم. اليوم، ذكرتي قبيلة بأنه الخروج ديالك من المغرب مرغم في سنة 1968 نعم. وحنا اليوم كنتعاملوا بوسائط جديدة مغايرة لما عهدنا في السابق، هي المكتوب. اليوم حنا في عصر ديال التكنولوجيا، عصر ديال وسائل التواصل الاجتماعي. إذن الكثير من 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 المشاهدين وخاصة من جيل ديال الشباب اللي ما عاصروش هذه المحطات هذه غيطرحوا السؤال، سبب الخروج ديالك 1968 من المغرب مرغم. الجواب الأمين والسريع والموجز على هذا السؤال يعني الجيد، وأنه أنا فتحت عيني في حين الاستقلال هي الاستعمار، كمريد كمستمع، ثم فيما بعد دخلت الحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، عضو كتابة إقليمية للحزب في أكادير، وأكادير وقتها كتمتد حتى لترفايا حتى لتندوف، إقليم واحد، دابا كاين فوق 20 إقليم فيها. فالنشاط السياسي الاعتيادي والمسالم قادني إلى أنني استنفدت هذا السقف، سقف العمل علي وفق سنوات الجيم والرصاص، كان يعني هاته العينات القادمة من الهند الصينية مرتزقة الحروب الاستعمارية ما معهمش حوار، يعني وبالتالي غيبوا واحد العدد من رفاقي في السجون وفي القبور كذلك قبل الوقت وفي سن صغيرة. فلذلك بدأنا نفكر في البديل، تفكير في العمل المسلح. فالفقيه البصري كان يقضي عقوبة يعني في السجن المركزي في القنيطرة آنذاك مع آخرين. جات انتفاضة 23 مارس 65، اضطرت يعني السلطات العليا إلى إعلان مجموعة من أشكال العفو، أطلق سراحه لقائي به في عام 66 في مقر الكتابة العامة للحزب الواقع الآن في شارع الله بن عبد الله زنقة الساعة. وبدأنا وقتها كنت معلم أنه يعني البحث على الوسائل، وقال لي شوفنا للمهدي، راه قالوا لنا داو الجثة يدفنوها في الجنوب. وقتها المهدي اختطف حديثا في 23 أكتوبر 1965 نعم، في البحث عن يعني صحة هذه الإشاعات إلى آخره. بدأنا في العمل المسلح، ومعي الآن أحد الرفاق اللي هو اللي يزيد الحي الرزاق حزب الطليعة، هو اللي يزيد البركة هذاك، وابو زكريا محمد العبدي واخرون، والهواسي سعيد وكثيرون اللي هم امتداد لحركه المقاومه المسلحه في المغرب. هؤلاء اصيبوا بالصدمه، ما نضلوا من اجله يعني اصيب بنوع من الانتكاسه، لانه هذه القوه الثالثه اي بقايا الاستعمار وبقايا الجيش الاستعماري في, 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 في المغرب لا تزال في دمنا، بقايا اللفيف الأجنبي والليجو والقوم وإلى آخره. فبالتالي وجدنا في هؤلاء الناس يعني المداد والشعلة للاستمرار. لما تطورت هذه التحجيرات المسلحة في 67-68 وجدت نفسي محاصر في قلميم، كنت معلم وحركتي محاصرة إلى آخره. فبالتالي كان عندي ملاد نمشي لكوبا، كان عندي منحة للحزب في كوبا من 66، ولكن وفقير ما عطناش جوازة السفر آنذاك بعد اختطاف المهدي بمركة الله يرحمه، كسروا عطانا 50 منحة للتكوين السياسي والعسكري في كوبا لهافان. فكان ضروري نخرج من المغرب أي ثمن،
وكان اليازغي وقتها قال لي شوفها سي احمد قرا شويه الصبليونيه ووجد الباسبور، لان التعليم في كوبا راه الاسبانيا. ايوا فعلا تمكنت من الهروب، لانه اعتقالات بدات تحوم حولي الى اخره. والهروب من خلال طنجة، اخ الشيخ العربي كان شرطي، كان مقاوم سابقا، عطاه شرطي زعما جازوه، طلعني للباطو وعطاني السلام بدون ما الامن ما يشوفوا باسبوري، لان وقتها ما كانوش كيخدموا بوسائل التكنولوجيا، كيخدموا بيديهم. نعم. يعني الرشيدين ما شافوش، فطلعني. اذا الشيخ العرب لعب دور كبير في الخروج. خوه تماما مقاوم سابقا. الاخ ديالو. وحين الله رجعت عاود وقفت معاه، خدا شويه تعويض ديال الفلوس. نعم. اللي جاني صافي المصالحه، هو اخوه مبارك، يعني خلال كتبي عن الشيخ العرب وداك الشيء. طيب هذه كل محطه مهمه، لان نعم كل محطه نعم من كل اسم من هذه الاسماء اللي ذكرتي نعم الا وكيستدعي او كيطلب اننا نخصوا له حلقه نعم، وهذا ما سنقوم به في نعم الحلقات المقبله ان شاء الله. بالضبط نرجعوا للموضوع ديال الحلقه ديالنا اليوم، وهو كاين اليوم واحد النوع من التشكيك وخاصه في الجزائر وعند البعض المحسوبين على النظام الجزائري، تشكيك حول الدور اللي لعبته المقاومه المغربيه والمقاومين المغاربه في اسناد المقاومين الجزائريين من اجل نيل الاستقلال ديالهم. وانت عاصرتي وعايشتي هاد المحطه، وايضا ارختي الكثير من هاد المحطات. بغينا نعرفوا بالضبط الدور اللي لعبته مدينه وجده كحاضنه للمقاومين الجزائريين. هو لتفنيد هذه الشكوك وتبديدها، سندخل الآن في أرشيفنا في جزائر العاصمة المتعلق بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية والمقاومة وجيش التحرير، وسنستعرض مئات الأسماء التي ساهمت في تحرير الجزائر. أعطيك كمثال، عندنا مناضل الحمدون شراق، هذا أفرغ سفينة النصر للأسلحة اللي صفت عبد الناصر مثلا، وحمل الأسلحة على ظهور وأكتاف قبيلته كبدانة إلى داخل التراب الجزائري، عدة أطنان من الأسلحة. وقبلها سفينة دينا، كتبت عنها في كتابتي لمذكرات المناضل سعيد بن عيلات، أيضا نفس الشيء، تم إفراغها بنفس الطريقة ونقلت التراب الجزائري. طيب يعني هذه الأسلحة ضرورية كانت لفتح الجبهة الخامسة في الجزائر، لأن طيب الجزائر كانت تختنق تراثها. طيب غير مادام أننا كنهضروا على العمل في عمل توثيقي، إذا كان ممكن تذكرنا، إلا سمحت الذاكرة ديالك، تذكرنا حتى السنوات، لأن كاين مؤرخين اللي غيتابعوا طيب غادي يحاولوا ما أمكن أنهم يبغيو يتحققوا من هذه الوقائع. طبيعة الحال، طبيعة الحال. هو الـ يعني الـ يعني نرجعوا للمحطة التاريخية، يعني الثورة الجزائرية بدأت يعني بشكل عملي من 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 من, من رحم حزب الشعب الجزائري لبصي الحاج، ثم جبهة الحرية الديمقراطية لبصي الحاج كذلك، ولكن هناك تنظيم خرج من رحمهما معا، وهو لوئيس أورجنيزاسيون سبيسيال، 3000 شخص مسلحون مدربون كانوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية، هي النواه الصلبه التي وقف على اكتافها الاف ال ان لاحقا. نعم. وحنايا على كل حال، يعني المقاربه بيننا وبين الجزائريين في الجانب هذا يعني لا تستقيم. حنا عندنا قدامى الجيوش الاستعماريه قلال ورتب ضعيفه، العرفاء الكابورال وادجيدون سارجون الى اخره، والدوزيام كلاس يعني معظمهم، والجنود الفارون من تكنات الفرنسية والإسبانية. هذا العدد لا يرقى حتى الألف، يعني قياسا للثورة الجزائرية. ولكن بينه وبينك راه العنف والدموية ديال الفرنسيين في الجزائر تختلف عن مثيلتها في المغرب. المغرب كيشوفوا بلد إمبراطوري عندهم مع عقد حماية للأخذ بيده وإرشاده. الجزائر ماشي وطن بالنسبه لهم، حتى ديبارتمون فرونسي شراوه من العثمانيين، وبالتالي لا مجال الحديث عن اي استقلال كما كان. فالدمويه الفرنسيين في الجزائر، الاطروحه ديال فرنسا
لا لا هذه وطرحت فرنسية نعم، ولكن الذي ساعد عليها هو أنه أطراف كثيرة من من من, من الجزائر كانت تابعة للمغرب لقرون قبل سقوطها في العثمانيين. فبالتالي يعني هذا ساعد بعض أوصاف الجزائر التشكيك في نضاليتنا وفي دعمنا لهم، ولكن ينسون أن يعني الكثير من العائلات المغربية لديها وصولات لاكتساب الثروة الجزائرية بالأموال والحلي والذهب والفضة، ولا توجد صورة مماثلة للجزائريين تجاه المغرب. نعم. وبالعكس هما لها يعني قد الجزائر لجأ إلى وجدة أيام مولاي عبد الرحمن، وشي شوية بدا كيجمع الناس يبيعوه هو بلاص مولاي عبد الرحمن، أي مسائل وقع عليه شنآن وكذا. يعني عبد القادر الجزائري جاء على كتف حركة أبيه محي الدين بعد الغزو الفرنسي 1830، هو بويع 1832، 47 سلم راسه 47 يعني 15 عام، يعني ما كتكفيش تبني لي أنت مؤسس دولة، كي درتي ليها؟ يلا في المنطقة الشاطئية إلى آخره. ولكن المغاربة ساهموا مساهمة جبارة ولا يذكرون الآن في 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 عيادات الشهداء في الثورة الجزائرية. راه الآن كاينة قناة في الجزائر سميتها الذاكرة تدور على يعني تبث على مدار الساعة، ولكن عامرة بالترهات والأضاليل ما يتعلق بالجانب المغربي. طيب طيب نرجعوا لمدينة وجدة، مدينة لأنها كانت منطقة حدودية. نعم، نعم، وفيها محطة مهمة. نعم، اللي كتبت هذا الدور اللي لعبته المقاومة والحركة. نعم، الوطنية في إسناد. نعم، المقاومة أو المقاومين الجزائريين. نعم، هذه المنطقة اللي تحدث لي عنها كثيرا، وأنا بصدد كتابة مذكراته المرحوم الحاج محمد المعجوزي اللي توفي مؤخرا، وكان باشا في وجدة ما بين 58 و60، ومعظم الدعم الرسمي المغربي داز على يديه. أولا إيواء حوالي 40,000 لاجئ جزائري في منطقة ديال بركان ومدا وديك المنطقة كلها، وتلقي ضربات من الطيران الفرنسي كي يكف المغرب عن دعم الجزائر، ولم تنجح لم تفلح. وطبعا قبل ذلك كان يعني كان عامل في أكادير، وبعده مجموعة من الأقاليم في المغرب. تحدث لي عن الأدوار التي قام بها في وجدة لدعم الثورة الجزائرية، وهنا ستجد الصورة محمد بوخروبة المدعو بومدين يتوسطه هو الرئيس السابق للجزائر، يتوسطه هو عامل وجدة حميد عمر، جالس بيناتهم إلى آخره. ففي 1960 قبل استقلال الجزائر بحوالي يعني استقلال بحوالي سنتين، وكان وقتها بومدين مكلف بسميته بالولايه الخامسه المحاديه للمغرب، لان لو لم يفتح المغرب الولايه الخامسه ولاحقا الولايه السادسه في الجنوب التي كان على راسها الحواس ثم محمد شعباني كانت الثوره ستنتهي، لان الاربع ولايات متقاربه جغرافيا. لو 1 نوفمبر 54 وعلنت الثوره في اربعه ديال الولايات، فيها ولايه ديال الاورس، والولايه الثانيه ديال القسنطينه، والثالثه القبائل، والرابعه الجزائر العاصمه وجوارها اربعه حوصرت بشراسه. فكان ضروري تشتيت القوات الفرنسيه المدعومه بحلف شمال الاطلسي، وكانت قواعده في منطقه وهران تلمسان. افتتاح هذه الجبهة بالسفن السلاح اللي كان صفت عبد الناصر ساهم في تخفيف هذا الحصار، وانتقلت العملية إلى العاصمة نفسها لاباطايدا الجي إلى آخره، لأنه الضربة الكبيرة اللي خدوها فرنسا كلاوها في ديان فو في فيتنام في مارس 54. فخصو باش نعوضوا لاباطاي ان كاين معركه بعدها معركه، ولكن ما والعنصر النسبي لعب فيها دور في تفجير المقاهي ومحلات الخمور الى اخره. العنصر النسبي
العادات ديال المجاهدات الجزائريات بما فيهم زهرة ظريف وجميلة بوباشا وجميلة بوحيرض وإلى آخره. فلذلك هذا الدور المغربي في الطوارئ الجزائرية يعني يتكتمون عنه، يحاولون أن يمسحوه. لماذا؟ لأن حتى هما نفسهم الجزائر مستعمرة هي نفسها، يعني هناك بقوسين استسمح العبارة قطعان من ضباط فرنسا سرقوا الطوارئ الجزائرية، سرقوا هنا كان بيقول لبهم فاش يقولوا رجعوا للسلطة في 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 مارس 1958 استقبل هذا ما يسمى البشاغاوات، البشاغاوات ولاد الإقطاع السياسي، قال لهم شوفوا الثورة ستنتصر عليكم باختراقها من الداخل وانا اعطيكم التكتيك. يقول رجل دولة رهيب. وهكذا اوجد لهم في سانسير واحد الفرع كيتكونوا فيه 3 شهور 4 شهور كيعطيو يتنو بغيا وكيقولوا سير لتونس وهرب ليه ان ضمير كتاب استيقاظ الضمير وبداو كيهربوا. تما جا داك خالد نزار والعماري والتواتي وهوفمان وشابو كبار المرتزقه ودخلوا واحاطوا ببومدين. والخطا ديال بومدين هو ان افرغ القياده من المؤسسين ديال الثوره الجزائريه وجاب هذا بزقل ديال فرنسا. فالان فرنسا فالان الجزائر يعني تعيش ثوره مسروقه. هما نفسهم راه خصهم تقين المصير، كما يقول تقين المصير لتندو، هما نفسهم الشعب الجزائري يحتاج تقين المصيري من هذا الوباء ديال العسكر، وكيتقاسموا ديك الكعكه بيناتهم. نعم. تصور الان ميزانيه الدفاع هذه العمادات 2024 تقريبا 22 مليار دولار، وراه جيش جيش، حنا عندنا حوالي 11 هما عندهم 22 23 مليار دولار، ولكن النص ديال السرقه كيفوتروا الدبابه والكلاشينكوف والصاروخ وكذا كذا باربعه خمسه ثمان ديالو ونفوخ وجيوب تنتفخ، وحتى الدعم ديال تندو راه ثلاث ارباعه كيمشي للسوق السوداء كيبيعوه كيبيعوه. فلذلك علاش هذا التوجه الاحمق والمغرض والخاطئ من طرف القضيه الجزائريه؟ لان هما نفسهم كيستعمروا ذاك الشعب المسكين. والحراك ديال 2017 اوقفوه بكل الوسائل الدنيئه وما خلاو ما داروا. الحرائق راه المغرب اللي حرق لنا كذا شي الى اخره، المغرب هو اللي زاد لنا، قالوا حتى يقول لك حتى الاوبياء مولى المغرب. طيب نرجعوا للدور اللي لعبته مدينه وجده ومدن اخرى في نعم. هذا الاسناد اللي كنتحدثوا نعم. عليه ديال المقاومه الجزائريه نعم. وهناك في بعض المحطات وبعض التصريحات ديالك سابقا كنتي تحدثتي على ما اسميته بورشات لتصنيع الاسلحه نعم. وكانت تحت اشراف جزائريين وكانت في المدن المغربيه بما فيهم وجده وايضا الدار البيضاء وخاصه حي المعارف. لكن ممكن تحدثنا شويه على هذا؟ انا هذه الصفحه لانه ما بغيتش كنوثق مزيان، كنت كنسجل تصريحات في الليل القنوات الجزائريه كنسجلها صوتي، راه عندي مسجله عشرات الساعات لا سيما حدود القبليه الحوض القبليه، تحوض القبليه حاليا هاد النهار هو رئيس جمعيه المالق قدامى المالق. وما هي المالق؟ المالق هو العش المخابرات الجزائري، تاسس في المغرب. لان سي كوا البارك لو مينيستير دو لارمومون اي دو غولاسيون كذا لو مالق. وهاد سي الحوض القبليه راه خلق في طنجه وقرا في المغرب وفي فرنسا ووزير الداخليه الى وقت قريب. يقول هذه اماكن ديال التسليح في المغرب وبوزنيقة فيها 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 ضيعه ديال 300 هكتار شراوها على اساس انه لرعايه الضحايا الشهداء. ولكن واحد القبطان اللي سميتو قبطان الزبير كيدير تجربه ديال الهون وانفجر فيه ومات قدام بومدين وقدام ايت حمد قمه تخطف الطائره ديالو وقدام مسعود زكار هادو من اقطاب ديال المارك. وعندهم اهل المعمل في المعارف حدا الامن الوطني. الامن الملك ما في خبروش يا محمد الخامس داير واحد المحل الى 4 الناس كيدخلوا له يخرجوا منه 4 تشديد اجراءات الامن. وهذاك فاطمه هذاك النوانو ومراته كيطيبوا لك الناس 6 7 وكيخدموا لي بانجالو
سي كوا لي بنغالو هذوك بواسير ديال المتفجرات كيعمروها باش كيدخلوها في خط موريس وشال باش يدخلوا مقاتلين جزائريين فرنسيين ولاو حاصروا الجزائر شرقا ومغربا بخط موريس وخط شال المكهرب والمزود بالالغام. طيب كتحدث عليه ما بين 1956 و 62 56 ولكن هاد خط ديال بوريس وشال قولوا تقريبا 59 58 60 ولكن المعامل الاسلحه في المغرب فرضت نفسها لان السفن اللي كيصيفط عبد الناصر من القاهره اصبحت تحاصر في وحيد سميتو البحر المتوسط وتصادر فبقى حل واحد وهو المصانع ديال التسليح وطبعا ما كيخدمش الترخيص ديال السلطات ديال البلاد من محمد الخامس كيجي عنده رئيس الحكومه هذاك المرتين هو فرحه عباس ومن بعد يوسف الخدا كيحدث له غير مسائل الحاجيات الى اخره ولكن ما كيقولش اش كانوا كيديروا هذاك المحل ديال الشارع الروداني ديال المعارف دايرين تما محل ديال صناعه الصواريخ وداك الشيء وقذائف ديال البنغال وداك الشيء واحد الوقت خصو بشي 20 طن متفجرات من غيجيبوها اقترح طلب رئيس الحكومه محمد الخامس قال له هادشي بزاف ديالنا نجيب لكم انا هذيك الكميه هما داروا استطلاع عرفوا واحد الشركه حدا سطات كتصنع هذيك الماده شركه اخرى مشاو بتزو الرئيس ديالها قال لهم نخطفوا لك بنتك الا ما بغيتي وما لم يدعين ولكن هجموا على سبيل واخذوا 20 طن بقوة السلاح. طيب هاد 20 طن متفجرات. طيب. البوليس المغربي تابعوا بيلا قبط واحد فيهم اسمه علي مزنان كرسوا الى اخره ولكن بعد دخلوا رئيس الحكومه وطلقوا محمد الخامس. طيب سي لوما غير بغيت معامل اخرى كاينه في سوق الاربعه وفي الناظور وواحد العدد ديال المواقع. دونك لانه المشاهد دابا هو كيتابعنا غادي وكيسمع بهذا التواجد ديال هاد المعامل او الاوراش ديال صناعه الاسلحه. لابد انه غادي يطرح سؤال السلطات المغربيه ماشي في علمها ولكن غتكون تحت الحمايه ديال المقاومين المغاربه وجيش التحرير المغربي ما كيخليوش المغاربه يعرفوا كاع اش كاين لانه فاش كيقول هذا حول القابليه واللي معاه من الضباط اللي سجلتهم التسجيلات ديالهم عندما تم اعلان استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962 خصهم يتفكوا من المعارف ومن هنا كلفوا المالك جاء المخابرات وهذا المخابرات الجزائريه كيفاش تكونت لان معظمهم طلبه قراو في وجده وطنجه والعريش والرباط هما لو مالك لا الا سمحتي استاذ لوما انه ذكرتي في السابق بانه هذا الافتتاح ديال هذه الاوراش اللي كتعمل على تصنيع ديال الاسلحه اللي كتوظفها او كيوظفها المقاومين الجزائريين ما كانش خبر السلطان ما كانش خبر الملك نعم. محمد الخامس الرحيم محمد الخامس نعم. وايضا طرحت سؤال اي دور للحركه الوطنيه او المقاومه المغربيه وجيش التحرير في ظهور هذه الاوراش هل واش كان هناك شي علم عند هاد المغاربه بوجود هاد الاوراش طبيعه الحال لن يكون هناك علم لانه جهاز المالك وربما افضل جهاز مخابرات عربي ربما حتى افريقي هناك عبد الحفيظ بوصوف وما ادراك ما بوصوف ومسعود زكار واخرون استطاعوا ان يرسلوا البنيه العسكريه التحتيه في المغرب بدون علم السلطات بل انه تنسق مع المقاومين المغاربه انا جايك انا جايك مازال ما كملتش الاجابه ديال الموضوع ولانجاح هذه الاوراش احضروا طواقم تشيكية وأمريكا وبريطانيا لصناعة الألغام وصناعة الأسلحة والقذائف الصاروخية هنا في المغرب في موازاة مع هذا هناك كان دعم شعبي للجزائر يتمثل في الاكتتاب بالمال وحلي النساء وغيرها وهناك أيضا تطوع مغربي بآلاف المجاهدين في اتجاه الجزائر نعم. ثم كذلك كان هناك جيش تحرير مغربي كان فيه جزائريين وكانوا كينسقوا مع خوتهم ليه نعم. وخلقت مشاكل لانه كانوا كيسربوا اسرارنا حنا للاخرين نعطيك مثلا كان عندنا شخص اسمه ادريس الصغير في قولمين
جيش التحرير المغربي، كان كيصرب المعلومات ديال جيش التحرير المغربي الى الجزائريين في اتجاه تندوف، كذلك حالات مماثله في 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 الرباط والدار البيضاء، لانه ما نساوش جنان الرهوني هو معسكر تدريب كان يشرف عليه قبطان بوزار هو اصله جزائري، بتكليف من المقاومه المغربيه، كانت قياده تما خماسيه في جيش التحرير المغربي، كان حسن صفي الدين، كان سعيد بن عيلات، كان الغير العراقي، كان حسين بن رضا الى اخره، كانوا مكلفين بهذه العمليه، كان هو دار تكوين تما مزدوج، تكوين ديال العشره الجروب وتكوين ديال السيكسيون ديال قيد 30 وقيد العشره. نعم. وهذا البوزار لما كمل لك التكوين وفتح الجبهه ديال المرنيسه وجبهه ديال الغفساي انذاك، بدا كيحرك الجزائريين الاخرين اللي سميتو اخطبوط، فعقوا بخوتنا فنقلوا بوزار الى عامل البرزازات، كان وقتها غير قبطان اللي هو محمد المدبوح، يلا علق النجمه الثالثه، انه كان هو يطنو في جهه الناظور تما، وارتكب ما فظائع ضد القبيله ديالو تما في الجيش الفرنسي، ولكن الحسن الثاني رعاه انه هو حامي، زاد له هي ثلاثه، اعطى عامل في ورزازات وصفت له لحمايته بوزار. نعم. اذا خيوط متداخله في اكثر من جهه. اذا دابا هما كيستافدوا منا اقصى ما يمكن، حنا التجربه ديالنا اقل منهم. ما ننساوش انا قلت لك 3000 شخص لويس وخبره عبر العالم ديال سميتو، وثم المالك اللي داروا المالك، حنا ما عندناش حتى 10% من ذاك المالك اللي عنده ديال المخابرات الجزائريه. ولكن كان المغاربه مدفوعين بالعاطفه وبالانتماء والوطنيه المغاربه الى اخره، فكانوا كيديروا اللي بغاو، الا انه مع الوقت تاكد على ان الناس يعني وصلنا راه هذا في حس البيضاء، داك الشيء بشع جدا. نعم. شكرا استاذ لوما، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات وعلى ايضا على هذا التفصيل في بعض المحطات، وكل اسم من هذه الاسماء اللي ذكرتهم الا كيطلب انه نخصوا لي حلقه ان شاء الله لوحده، هذا ما غادي يكون في الحلقات المقبله، لان ماغاديش نتوقفوا عند هذه المحطه، هناك محطات اخرى سنحاول تسليط الضوء عليها استنادا على وثائق ومعطيات يمكن أن تكون تنشر لأول مرة. إذن مشاهدينا الكرام، أضرب لكم موعدا في حلقة جديدة من برنامج ذاكرة ليست للنسيان.